أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورضي الله. نقرأ من أول. فقام رسول الله صح قبله. وأما علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita menyambung hadis yang kita menyambung pembacaan hadis yang panjang ini, iaitu hadisul ifki, hadis yang ke 120. Bismillahirrahmanirrahim. Bi isnadina al-muttasil la sayyidina al-imam ibn Abi Jamrah radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahu, nafa'ana Allah bi ulumi wa ulumi masyayikhi wa talamizatihi wa qurra'i jam'i nihayatihi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Amin. Qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala bi sanadihi, wa amma Ali ibn Abi Talib fa qala ya Rasulullah lam yudayyiq Allahu 'alayk wan nisa'u siwaha katsir was'alil jariyah tasdukka. Fa da'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Barirah radhiyallahu anha fa qala ya Barirah hal ra'aiti fiha shay'an yaribuki. Fa qalat Barirah radhiyallahu anhu رضي الله عنها لا والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمرا أغمسه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجين فتأكله. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية. فقال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. فقام أسيد بن الخضير رضي الله عنه فقال كذبت لعمر الله والله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فسار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر، فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت. وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليلتين ويوما، حتى أظن أن البكاء فالق كبدي. قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجلس، ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء. قالت فتشهد ثم قال يا عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقالته قال صدمعي حتى ما أحس منه قطرة. وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما قال. قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت وأنا جارية حديثة السن
la aqra'u kathiran minal Quran. La aqra' sini maksudnya la ahfaz. Sebagaimana disebut oleh Syekh Husi. La aqra' maksudnya la ahfaz. Wa ana jariyatun hadithatu sin. Qal wa ana jariyatun hadithatu sin. La aqra'u kathiran minal Quran. Fakultu inni wallahi laqad alimtu annakum sami'tum ma tahaddasa bihin nas wa waqara bi anfusikum wa saddaqtu bih. Wala in qultu lakum inni bari'ah wallahu ya'lamu inni labari'ah la tusaddiquni bidzalik wala in i'taraftu lakum bi amrin wallahu ya'lamu anni labari'atun la tusaddiqunni wallahi ma ajidu li walakum masalan illa aba ya'qub bal aba yusuf iz qal fa sabrun jamil wallahu almusta'anu 'ala ma tasifun. ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل الله عليه الوحي فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة احمد الله فقد برأك الله فقالت لي أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله فأنزل الله عز وجل هو سورة النور صح؟ سورة النور طيب إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ولا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم
ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Sampai ayat yang ke-10. Okey. Pada tu Syekh Husi waktu membaca ayat ni, beliau baca sampai ayat yang ke 10, ayat yang saya berhenti tadi. Falamma anzalallahu azza wa jalla hadza fi bara'ati. Saya baca 10 ayat sampai kepada ucapannya Ghafurur Rahim. Sampai ayat yang ke-22. فلما أنزل الله عز وجل هذا في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته منه والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعدما قال لعائشة رضي الله عنها فأنزل الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح رضي الله عنه الذي كان يجري عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل زينب ابنة جحش رضي الله عنها عن أمري، فقال يا زينب ما رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعصمها الله بالورع. Hadis tentang hadisul ifk ini banyak pengajaran. Tapi yang saya nak sebut satu je, iaitu menunjukkan bahawa wahyu ni betul-betul daripada Allah Ta'ala. Sebab kalaulah ada orang mendakwa bahawa Nabi sebenarnya mereka wahyu, nescaya pada hari pertama apabila Sayyidatuna Aisyah dituduh melakukan perbuatan jahat dengan Sayyiduna Safwan, nescaya Nabi akan terus mendatangkan ayat. Tapi wahyu tak turun sebulan. Dalam keadaan, kata Syekh Husi, orang Arab sangat pantang apabila maruahnya diusik. Jadi, apatah lagi, ini adalah baginda Nabi SAW berkait dengan keluarga baginda. Kalaulah wahyu ni betul-betul daripada penciptaan manusia lah istilahnya, merekaan Rasulullah, nescaya hari pertama berlaku, hari itu juga Nabi sebut wahyu. Tapi apabila sampai sebulan tak tahu wahyu, sedangkan ia berkaitan dengan maruah Rasulullah, menunjukkan betul-betul wahyu betul-betul daripada Allah Azza wa Jalla. Dan kata Syekh Husain, ada orang bukan Islam masuk Islam kerana hadisul ifki. Bila dia meneliti hadis ini, tahulah dia bukan wahyu ini betul-betul daripada Allah, bukan daripada ciptaan baginda Rasul alaihi salatu wasalam. Wa anhu bihi qala an Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajirun liyaqtati'a biha ما لم رئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وعنه به قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Cara begitu ya, kalau kita baca hadis sebab al-ayah tu kita baca sampai habis ya. Tapi itulah dia memerlukan kepada hafizul Quran. Allahumma ja'alna jami'an ya Rabb min hafazatil Quran. Wa anhu bihi qala an ummi Kulthum binti Uqbah radhiyallahu anha annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul laysa al-kazzab alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Aw di sini juga la syak rawi. Wa anhu bihi qala 'anil Bara' ibn 'Azib radhiyallahu anhuma qala salaha an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-mushrikina yawm al-Hudaybiyah
الحمد لله وصلنا في الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاه من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل، أي من عام قابل، من عام قادم، ويقيم بها ثلاثة أيام، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوهما. فجاء أبو جندل رضي الله عنه يحجل في قيوده فرده إليهم. وعنه به قال: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء. فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنة. Jadi hadis ini menunjukkan Nabi tahu ke ghaib. Bi'alamillahi azza wa jal. Sebab Nabi kata, Nabi menyatakan kepada Sayyidina Sa'd bin Abi Waqqas ketika beliau sedang sakit tenat yang beliau rasa itulah penyebab kematian beliau. Kata Rasulullah SAW kepada beliau, Asallahu ayyarfa'aka fayantafi'a bika nas wa yudarra bika akharun. Jadi di sini menunjukkan Nabi kata, moga-moga Allah akan menyebabkan kamu ni bermanfaat untuk orang lain dan orang yang seterusnya mendapat mudarat dengan sebab kamu. Maksudnya orang yang tidak beragama Islam mendapat mudarat dengan sebab kamu kerana kamu akan memerangi mereka. Dan akhirnya takdir Allah Ta'ala, beliau tidak meninggal pada hari itu. Sebenarnya beliau meninggal selepas tu. Dan beliau juga antara yang terlibat dalam pembukaan kota Parsi. Dan katanya Nabi tahu benda ghaib. Biwahyim minallahi azza wa jalla. Wa'anhu bihi qala عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين. Di mana berlaku ni? Di Bukit Safa yang kita semua telah naik tu, alhamdulillah. قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. Maksud لا أغني عنك ni sekiranya kamu tidak memeluk agama Islam. Tapi kalau masuk Islam, semestinya Islam itu bermanfaat. Apatah lagi kaum kerabat menyebabkan kita, contoh kalau kita seorang yang biasa-biasa, amalan tidak baik, tapi datuk nenek moyang kita ada orang yang memang awliya illah contoh, maka dengan sebab barakah awliya keturunan kita itu akan mengangkat semua kaum kerabatnya juga di akhirat kelak dengan sebab barakah berkah datuk nenek moyang kita yang baik itu. Jadi hadis ini sekiranya tidak beriman, seseorang mati tidak beriman, maka kalau dia keturunan baik sekalipun tidak bermanfaat. Wa anhu bihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a rajulan yasuku badanatan faqala arkabha. Faqala ya Rasulullah innaha badanah. Faqala arkabha wailak aw waihak aw isni syakrawi aw waihak fi thaniyati aw fi thalithah. Wa anhu bihi qala an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Sa'd ibn Ubadah رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنها. Jadi manfaat yang diperoleh oleh si mati itu berterusan. Kalau contoh kita menghadiahkan
kita bersedekah dan kita niatkan pahalanya kepada semati sampai berdasarkan hadis hadis yang ke-128. Wa anhu bi qala an Anas radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Madinah laisa lahu khadimun fa akhadha Abu Talhah bi yadihi bal bi yadi fa intalaqa bi ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala ya Rasulullah inna Anasan ghulamun kayyis falyakhdumka qala fa khadamtuhu fi as-safar wal hadar ma qala li li shay'in sana'tuhu lima sana'ta hadha hakadha wala li shay'in lam asna'hu lima lam tasna' hadha hakadha sallallahu alaihi wasallam wa anhu bihi qala an abdillah ibn mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qultu ya rasulallah ayyul 'amali afdal qala as-salatu 'ala miqatiha qultu thumma ay قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو استزدته لزادني وعنه به قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا وعنه به قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال سليمان بن داود عليه السلام لأطوفن الليلة على مئة امرأة أو 99 امرأة كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله كتشهسي فلم يقل kerana ketika itu Sayyidina Sulaiman masyghul, bukan dengan sebab tidak mahu mengucapkan tapi kerana masyghul. Falam yaqul insyaallah falam yahmil minhunna illa imra'atun wahidatun ja'at bi shiqqi rajulin wallazi nafsu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi yadihi law qala insyaallah la jahadu fi sabilillah azza wa jalla fursanan ajma'un. وعنه به قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم. وعنه به قال عن البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب يوم الأحزاب maksudnya يوم الخندق perang khandaq ينقل التراب وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. وعنه به قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وعنه به قال عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. وعنه به قال عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. وعنه به قال عن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار له يقال له عفير فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. وعنه به قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مسجد أو روضة فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له
ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك وعنه به قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عيد عندي يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإما قال تشتهين أن تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده ويقول دونكم بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي وعنه به قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري وعنه به قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص من حرير من حكة كانت بهما وعنه به قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه زلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر وعنه به قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله Di sini maksudnya la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Maka kata Syekh ini adalah unwanu syahadatain. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad 'asama minni nafsahu wa malahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Wa anhu bihi qala an Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام بالناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمه وانصرنا عليهم يدعو أن تؤنكبيه yang berperang dengan kita. Kalau orang bukan Islam tapi dia tak buat jahat dengan kita, takkan kita nak doakan ini? Mesti kita doakan hidayah untuk dia. وَعَنْهُ بِهِ قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ كُلُّ سُلَامَ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ويميت الأذى عن الطريق صدقة وعنه به قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده وعنه به قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد وعنه به قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك وعنه به قال عن أبي بردة رضي الله عنه أنه سمع أباه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن تأديبها ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران ومؤمن من أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فله أجران والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده
وعنه به قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء والصبيان. وعنه به قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله عز وجل فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وعنه به قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال يا رسول الله إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. وعنه به قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. وعنه به قال عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. وأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا لا يبارك لنا فرجعنا إليه فقلنا إنا سألناك أن تحملنا فحلفت ألا تحملنا أفنسيت؟ قال لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. Di sini menunjukkan kalau kita bersumpah dengan satu benda, bila kita tengok ada benda lain lagi elok daripada sumpah tu, kita buat benda yang lebih baik dan kita kafarah sumpah. وعنه به قال عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا بالحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اكفئوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا. قال عبد الله فقلنا إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها لأنها لم تخمس. قال وقال آخرون حرمها البتة وسألت سعيد بن جبير فقال حرمها البتة. وعنه به قال عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلاة. وعنه به قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومدتهم مع أبيها فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صليها. وعنه به قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. وعنه به قال عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان وذكر بين الرجلين فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا وأتيت بدابة أبيض دون البغل
وفوق الحمار البراق فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم قيل أو قد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على آدم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي فأتينا السماء الثانية قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم قيل أو قد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على عيسى ويحيى فقال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا السماء الثالثة قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم قيل أو قد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على يوسف فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا السماء الرابعة قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم قيل أو قد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا السماء الخامسة قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم قيل أو قد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على هارون فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا السماء السادسة قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم قيل أو قد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فلما جاوزت بكى فقيل ما أبكاك قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل ما يدخل من أمته فأتينا السماء السابعة قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم قيل أو قد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي فرفع إلي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم ورفعت إلي سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيول في أصلها 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فسألت جبريل فقال أما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالفرات والنيل طوبى لكم يا جماعة Tak tahu. Allah. ثم فرضت علي 50 صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت قلت فرضت علي 50 صلاة قال أنا أعلم بالناس منك عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ورجعت فسألته فجعلها 40 ثم مثله فجعل 30 ثم مثله فجعل 20 ثم مثله فجعل 10 فأتيت موسى فقال مثله فجعلها 5 فأتيت موسى فقال ما صنعت قلت جعلها 5 فقال مثله فقلت سلمت فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجزي الحسنة 10 وعنه به قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار
ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. وعنه به قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. وعنه به قال عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يأتيك الوحي؟ قال كل ذاك يأتي الملك أحيانا في مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال وهو أشده علي. ويتمثل للملك أحيانا رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وعنه به قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وعنه به قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Kata Syekh Husri, begitu juga kalau pasangan suami isteri ni, bila isteri yang meminta daripada suami tak nak, suami tu pula yang kena laknat. Bukannya untuk orang perempuan saja kena, begitu juga dengan orang lelaki. Wa anhu bihi qala an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza mata ahadukum fa innahu yu'radu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi fa in kana min ahli al jannati fa min ahli al jannah wa in kana min ahli an nari fa min ahli an nar. Kata Syekh Husain, maksud bil ghadati wal 'ashi ay mustamir, maknanya kita sewaktu kita dalam kubur nanti kita akan melihat tempat kita di syurga Allah SWT, insyaAllah. Bagi orang yang melupakan mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah, setiap waktu Allah akan perlihatkan dia neraka di akhirat kelak. Wa anhu bihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal ya'qidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum إذا هو نام 3 عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فركض. Ya satir, kata Syusi, jangan jadikan telinga kita ni sebagai hammam bita' syaitan. Dia kencing di telinga tu, tu yang tak boleh bangun tu. Alhamdulillah, di Madinah Rasul kita boleh bangun. Allah. Fa ini istaiqad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga berterusan. Alhamdulillah. فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وعنه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان. وعنه به قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان أو شيء سكروبي الشيطان. Maksudnya sama ada Nabi sebut baina qarnai syaitan ataupun baina qarnai syaitan. لا أدري أي ذلك قال. وعنه به قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي شيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي.
وعنه به قال عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اطلعت بالجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت بالنار فرأيت أكثر أهلها النساء. وعنه به قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون آنيتهم فيها الذهب وأمشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية. Jadi kata Syekh Husri, maksud setiap kita yang masuk syurga ni, kita ada dua orang isteri, iaitu di kalangan wanita dunia. Dan kita ada isteri di kalangan Hurul Ain, ada juga kita memiliki isteri di kalangan penduduk dunia yang beriman kepada Allah, mati sebagai muslimah. Jadi kata Syekh Husri, ini menunjukkan di akhir nanti penduduk syurga yang paling ramai adalah wanita. Sebab kita ada dua orang isteri di kalangan muslimat yang mati sebagai muslimah. Jadi tapi dalam hadis yang ke-172 tu, yang paling ramai adalah orang perempuan masuk neraka. Maknanya peringkat awal orang perempuan banyak kena neraka. Sebab banyak tak setuju dengan suami, banyak tidak sopan dengan suami. Akhirnya Allah Taala bersihkan mereka di syurga. Di neraka dulu. Selepas peringkat awal syurga ramai orang lagi. Kemudian bila keluar semua yang berada di neraka tathir, jadilah yang paling ramai di syurga adalah wanita. Saya pernah tanya isteri saya, insyaAllah ni jadi yang satu. Yang satu lagi siapa? Lalu saya kata, tak payah cari. Tunggu di akhirat. Saya takut dengan isteri sebab dia dengar ni sendiri. Wa anhu bi qala an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وعنه به قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء. وعنه به قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية قال فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. وعنه به قال عن أسامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون يا فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. عن جابر sini ada silapan sikit saya bariskan nun tu dari bawah, betulnya kena baris satu dari matilah. عن جابر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا استجنح أو كان جنح الليل أو سني شك الراوي إذا استجنح أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء فحلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوك سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه شيئا. ساعة كم الآن؟ يا باقي كثير. ما رأيك يا أخي؟ نقرأ أولا. وهل نقرأ مثلا غدا؟ في الصباح مثلا؟ نجتمع في أي بيت من بيوت من الغرف؟ ممكن حتى نستطيع أن نقرأ الكتاب من أوله إلى آخره صح؟ طيب نقرأ أولا حتى 10:30 حتى لا يكون مشكلة بيننا وبين الرجل. وعن أبي قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وعنه به قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه. وعنه به قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله دراط فإذا قضي أقبل فإذا ثوب بها أدبر وإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول أذكر كذا وكذا حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعة فإذا لم يذكر ثلاثا صلى أو أربعا سجد سجدتي سهو. وعنه به قال عن عائشة رضي الله عنها قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التفات الرجل بالصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. وعنه به قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. وعنه به قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وعنه به قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت الذي تقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت؟ قلت قد قلته. قال إنك لا تستطيع ذلك فصوم وأفطر وكم ونم وصوم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصوم يوما وأفطر يومين. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصوم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود وهو أعدل الصيام. قلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال لا أفضل من ذلك. وعنه به قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الصيام إلى الله عز وجل صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وعنه به قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40. ثم حيثما أدركتك الصلاة فصل والأرض لك مسجد. وعنه به قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا 3. Di sini contoh ya, sebenarnya ramai lagi yang daripada kecil cakap. Rasulullah sendiri yang tadi mencakap suatu baginda lahir. Cuma di sini disebut 3, kata Syekh 3 yang famous lah. Lam yatakallam fil mahdi illa salasatun. Isa. Wa kana fi bani Israel rajulun yuqalu lahu Juraij. Kana yusalli ja'athu ummuhu fada'athu faqala ujibuha au usalli. فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت من جريج فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ فقال الراعي. فقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا إلا من طين.
وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة، فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يمصه. قال أبو هريرة رضي الله عنه كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمص إصبعه. ثم مر بأمة فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت له ولم ذلك؟ فقال الراكب جبار من الجبابرة، وهذه الأمة يقولون سرقتي وسرقتي زنيتي ولم تفعل. Budak kecil cakap dengan mak dia. وعنه به قال عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن رجلا حضره الموت فلما يئس من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا وأوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي وامتحشت فخذوها واطحنوها ثم انظروا يوما راحا فذروه في اليم. ففعلوا فجمعه الله تعالى فقال له لما فعلت ذلك؟ قال من خشيتك فغفر الله له. Satu kisah yang berlaku pada zaman Bani Israel dulu. Dia ni jahat, jahat dengan Allah Ta'ala. Tapi kata Syekh Husi, dia dengan orang baik. Dia tak buat jahat dengan orang, tapi dia jahat dengan Allah Ta'ala. Lalu apabila dia nak mati, dia kata habislah aku ni, neraka lah. Dia Muslim tapi jahat, jahat dengan Allah. Jadi minta keluarga dia bila dia mati, tolong bakar bayat dia. Lepas bakar, pastikan sampai rentung. Bila rentung, tumbuk sampai jadi abu. Bila jadi abu, tunggu hari yang angin bertiup kuat di tepi pantai, sebarkan dia punya abu tu supaya abu dia kesana kesini, tak dapat nak dikumpulkan. Bila di akhirat Allah Ta'ala kumpulkan semua debu-debu balik, akhirnya dia pun muncullah balik, hiduplah balik. Allah pun tanya, kenapa kamu buat gini? Dia kata, min khasyati, sebab aku takut pada kamu ya Allah. Bukan sebab dia buat tu, bukan sebab dia Allah dia punya etika Allah takkan mampu himpun dengan dia. Sebab kalau begitu, kafir dia. Dia buat tu sebab dia takut sangat. Dia tahu Allah boleh, tapi dia takut sangat. Jadi dia buat perbuatan yang bercanggah dengan syarak satu. Lepas tu keluarga dia pun kata Syekh Syi jahil, ikut juga dia punya perintah, padahal benda tu haram. Mana boleh apa bakar mayat? Bukan syariat Nabi bakar mayat. Jadi akhirnya dengan sebab i'tiqad dia tadi, walaupun salah, tapi kerana dia takut pada Allah Ta'ala, faghafarallahu lah, Allah ampunkan dosa dia. Baru dah tak masuk hilang tu. Dah kubur dah? Sebab sekarang 28. Kita habiskan satu hadis lagi . Lepas tu kita tengok lah besok macam mana kita nak sambung. Sebab apa, kalau ikut anak nak serik je, tapi takut bising ke dia ni. Takut orang sini bising. وَعَنُوا بِهِ قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالْ كَانَتْ بَنُوا إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالْ فُو بَيْعَةَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ. Kita berhenti setakat ini dahulu. InsyaAllah besok kita tengok macam mana. Lepas serapan kita singgah rumah siapa yang besar sikit ke? Lepas tu kita lepak, kita baca sampai habis ke? Tengok macam mana. Nanti saya tanya Ustaz Aman macam mana yang terbaik . Baca kat airport ke? Payah nak baca kat airport ni. Kita tengok macam mana. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Baca kat Ruak Jawi ke sampai-sampai tu? Sampai Ruak Jawi tu semua kat balik . Saya baca seseorang apa? Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhlukatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala izhihi al-ghafil. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك.
آياتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته. اللهم صل عليه.